السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صنع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم جولة جديدة وفيديو جديد من فيديوهاتنا القوية، عروض الخمسة ريال. عروض تبدأ من 5 ريال و10 ريال و15 ريال و20 ريال في ريت تاج قسم المنزل. في حاجات كتيرة جدا نازلة ب5 ريال. هنبدأ بقى نشوف مع بعضينا عروض حلوة جدا، ولكن في البداية نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كمان الذكر بتاعنا اللي احنا بقى بنقوله كل يوم، النهاردة هنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكمان ندعي لأهلنا في فلسطين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وانصر أهلنا في فلسطين، واحفظ يا رب أهلنا في السودان. وعايزين نشوف بقى العروض الحلوة جدا اللي هي ب5 ريال يا جماعة في ريد تاج. زي ما احنا شايفين حاجات حلوة جدا. شوف ده نازل من 17 ريال، ده نازل من 17 ريال ل5 ريال. كل في بقى انواع تانية كتير جدا، في انواع تانية كتير. ده طبعا 3 قطع منشفة للمطبخ، تلات قطع منشفة للمطبخ يا جماعة. زي ما احنا شايفين اهو، دي مناشف للمطبخ، تلات قطع ب5 ريال في انواع كتير جدا زي ما احنا شايفين كده بنوريها لكم اهو. 5 ريال بدلا من 17 ريال. عروض ال5 ريال في ريت تاج عروض قوية جدا قسم المنزل. هنشوف برضو في مجموعة من المجات اهي والاكواب، 5 ريال اهو، ده 5 ريال، 5 ريال كله هنا 5 ريال. في برضو هتلاقوا 7 ريال اهو، 7 ريال كل ده 5 ريال. في كمان اطباق هنا، ده ب12 ريال، الطبق ده 12 ريال. كمان في حاجة كده للمائدة، دي حاجات للمائدة 5 ريال برضو اهي، دي 5 ريال. 4 قطع حلقات فوط للمائدة برضو، دي نازلة ب5 ريال. في كمان برضو ده شايفين هنا الأكواب اللي زي كده، دي برضو احنا مكتوب عليها سعرين 10 و5. برضو أطباق هنا زي كده، أطباق من شجرة نازلة ب5 ريال برضو، 5 ريال هي. دي كان سعرها كام؟ كان سعرها 19 ريال، دي نازلة من 19 ريال، نازلة من 19 ريال. اتمنى الناس كلها تستفيد بالعروض اللي هنشوفها النهاردة في ريت تاج، وربنا كده بقى يرزقنا بولاد الحلال اللي يدونا تعليقات ايجابية ولايكات ويعملوا شير للفيديو. وبرضو ربنا يبعد عننا بقى ولاد الحلال برضو اللي بيقولوا بتكرر الكلام ويدونا تعليقات سلبية. نفسنا كده الناس كلها تدعمنا وتشوفوا الفيديو ده، حاجات حلوة جدا يا جماعة زي ما احنا شايفين اهو. عايزين كده نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الاكواب والمجات دي حلوة جدا، هي ب5 ريال، 5 ريال. في برضو حاجات هنا دي برضو يا جماعة، دي حاجات للطاولة، يعني زي كده مفارش للطاولة برضو نازلة ب5 ريال، هي شكلها حلو جدا. في انواع كتيرة منها، في انواع مشجرة زي كده، وفي انواع تانية، في حاجات حلوة جدا يا جماعة. دي كان سعرها كان في البداية، خالص كان سعرها 17 ريال، نازلة من 17 ريال ل5 ريال، اللي هي دي زي مفرش كده الطاولة. في برضو هنا دي 2 ريال، دي اطباق يا جماعة، في اطباق برضو على 2 ريال، الاطباق دي 2 ريال، واطباق على 5 ريال. شايفين الطبق ده على 5 ريال، اطباق كتير على 5 ريال، واطباق على 2 ريال. في برضو اطباق زي كده برضو، الاطباق دي على 5 ريال. ده قسم المنزل في ريد تاج، قسم المنزل في ريد تاج. شايفين برضو هنا في ده ب5 ريال يا جماعة، 5 ريال.
انت لو رحت لابو 5 ريال هتجيب الحاجات دي بالضريبة دي من غير ضريبة. 5 ريال دي نازلة من كام؟ دي نازلة من 19 ريال، نازلة من 19 ريال. ده طبق مستطيل من السيراميك، طبق مستطيل من السيراميك اهو. برضو في حاجات زي كده، دي احنا شفناها برضو، دي 5 ريال خلاص شفناها. دي بقى هنا في مجات، وفي شفنا في اطباق نازلة ب2 ريال، والمفارش اللي هي للطاولة دي. دي بقى حاجات كلها على 5 ريال. في حاجات تانية برضو هنشوفها مع بعضينا. في برضو هنا الكاسات دي على 7 ريال يا جماعة، كاسات زجاجية شكلها جميل جدا برضو، هي دي على 7 ريال. 7 ريال دي كلها ب7 ريال، وفي 10 ريال اهو. في برضو الحاجات دي للتوابل ب7 ريال برضو، الحاجات دي للتوابل ب7 ريال اهي، 7 ريال. كمان في هنا اكواب زجاجية زي كده، دي ب10 ريال، ب10 ريال. وفي حاجات برضو زي كده على 10 ريال، دي حاجات للمنزل اهي، دي سلة صغيرة كده ب10 ريال، تحط فيها حاجات للسفرة برضو. دي نازلة من 15 ريال ل10 ريال، نازلة من 15 ل10 ريال. وفي الأطباق دي، الأطباق دي على 7 ريال، الأطباق دي على 7 ريال. دي حجمها كبير شوية على 7 ريال، وفي أطباق على 5 ريال اهي، أطباق برضو، أطباق كتيرة جدا على 5 ريال هنا، وشفنا أطباق على 2 ريال. دي حاجات للطاولة برضو، دي نازلة ب10 ريال، 10 ريال بدلا من 25 ريال، 10 ريال بدلا من 25 ريال. وفي هنا أطباق برضو على 10 ريال اهي زجاجية، وفي على 5 ريال اهي، 5 ريال. حاجات كتيرة جدا هنا في ريت تاج يا جماعة، حلوة جدا. في برضو هنا الكاسات والأكواب دي على 7 ريال، على 7 ريال. في برضو هنا شايفين دي بقى دي كلها على 10 ريال و7 ريال اهي، 10 ريال و7 ريال. برضو في الحاجات دي على 10 ريال، دي شكلها شيك شوية، دي نازلة برضو ب10 ريال كلها، حاجات للمنزل كلها يا جماعة. في حاجات زي كده برضو نازلة، الحاجات دي نازلة ب5 ريال برضو اهي، دي ب5 ريال، نازلة من 12 ريال ل5 ريال. يعني الاستند ده كله 10 ريال و7 ريال و5 ريال، الاستند ده كله ده. في برضو هنا شايفين المجات دي على 10 ريال، دي على 10 ريال. شفنا طبعا المفارش اللي هي دي، فوط للمطبخ دي 3 حبات ب5 ريال. برضو هنا في شايفين ده، في مج هنا برضو في علبة كده، ومعها برضو كاسة زجاجية ب10 ريال، ب10 ريال. نازل من كام؟ نازل من 29 ريال. شايفين الأسعار؟ 29 ريال اهي، SAR اللي هو الريال ده اللي هي السعودية، 29 ريال. في برضو هنا مجموعة من المجات اهي، كام واحد مع بعض؟ 4 ب15 ريال، 4 ب15 ريال. في برضو حاجات زي كده برضو، مجات اهي برضو يا جماعة، مج ومعلقة ب10 ريال في علبة كده، نازل من 29 برضو، من 29 ل10 ريال. برضو الحاجات دي بقى كلها دي نازلة ب20 ريال، حاجات للمائدة اهي للبيت برضو، نازلة من 32 ل20، حاجات دي. وفي برضو ده زي برضو منظم للمنزل برضو، ده نازل بكام؟ ده نازل ب15 ريال، 15. الحاجات اللي هنا دي كلها على 15 ريال، الاستند ده كله على 15 ريال اهو. في برضو دي حفظ ال، ده ب25، ده ب15، دي ب15، قارورة من الزجاج وفيها طبعا مصنوعة من السيليكون ب15 ريال. ده 20، 10، 20، 10، 15. في برضو دي
حاجات برضو كده، دي نازلة من 22 لـ15. في اطباق برضو، اطباق نازلة ده كام طبق مع بعض؟ ده بـ20 ريال. اربع قطع طبق عشاء، طبق للعشاء بـ20 ريال. اربعة بشيل واحد بخمسة، واحد بخمسة. نازل من كام؟ نازل من 42. ده نازل من 42، الاربعة بـ20. حاجات كتيرة جدا موجودة هنا. في الحاجات دي كلها موجودة فين؟ في ريد تاج يا جماعة، ريد تاج، ريد تاج قسم المنزل، ريد تاج قسم المنزل. 10 ريال 15 ريال 20 ريال. برضو هنا الاستاند اللي قدامنا ده كله يا جماعة، هنا برضو حاجات، هنا اطباق وكاسات زي ما احنا شايفين كده، شايفين الاطباق دي على 10 ريال اهي، والكاسات، كاسات برضو على 10 ريال، اطباق هي برضو، وقارورة زجاجية 15 ريال. الاطباق دي كلها على 10 ريال و15 ريال، 10 ريال و15 ريال. كمان هنا في ستاند بقى زي ما انتوا شايفين كده، شايفين هنا الطبق ده، ده 29 ريال. هنا برضو ده شيال حلا 52 ريال. في هنا برضو ده 22 ريال. دي كاسات مع صحن كده برضو 22 ريال، ده خصم 25%. هنا الأطباق دي على 19 ريال. وهنا الفناجيل دي برضو على 13 ريال، الفناجيل دي. وفي أطباق برضو، ودي حاجات كلها كاسات برضو هنا، وهنا أطباق على 11 ريال، 14 ريال، برضو حاجات حلوة وشكلها جميل يعني. شايفين برضو هنا في الطبق المستطيل ده من السيراميك، ده 15 ريال. وفي أطباق برضو هنا، دي 15 ريال، 15 ريال. نازلة من كام؟ نازلة من 35 ريال، 35 نازلة 15 ريال. اللي هي الصواني اللي قدامنا دي، أو الأطباق اللي قدامنا دي، أطباق مستطيلة، حاجات كتيرة حلوة جدا هنا. اكتر حاجه بـ15 ريال، 10 ريال 15 ريال. وفي زرع برضو حلو هنا اهو. نشوف برضو هنا في عروض تانية، نشوف العروض برضو هنا. هنا الحاجات دي كلها عليها خصم 25%، خصم 25%. طقم اكواب 4 قطع زجاجي شفاف نازل بـ15 ريال، 4 قطع. ده طقم اكواب بـ19، 4 قطع زجاجي شفاف. كمان في هنا طقم اكواب ايس كريم، طقم اكواب ايس كريم 4 قطع زجاجية شفافة برضو، دي نازلة 22 ريال، 22 ريال. كله ده خصم 25%، خصم 25%. قسم المنزل يا جماعة في التاج فيه عروض حلوة جدا. في برضو هنا الاستند ده كله ده خصم 25%. برضو المجات دي كلها على 17 ريال، 17 ريال. في برضو هنا القارورة دي نازلة بـ24 وفي 22. في حاجات برضو، ده اربع قطع طبق تقديم، طبق تقديم ده نازل بـ26 ريال، 26 ريال. وفي هنا شايفين برضو القارورات دي 22 ريال، دي كلها. لا طبعا القسم ده كله خصم 25% من خصم 25% من السعر الاصلي. في اكواب هنا هي، او كاسات او مجات 5 ريال، ده 71 ريال. دي وعاء سلطة، وعاء سلطة زجاجي اهو، ده 71 ريال. طبعا هنا ده كل ده يا جماعة ده غرفة الطعام، دي حاجات لل يعني اطقم عشاء، اطقم عشاء على فكرة من غير عروض هتلاقوها اسعارها حلوة يعني. يعني مثلا في هنا طقم عشاء 20 قطعة 79 ريال، 79 ريال، ده 20 قطعة، 20 قطعة. شايفين شكله عامل ازاي؟ ده من غير عرض، ده سعر ثابت يعني. طقم عشاء 20 قطعة، ده الشكل بتاعه، شايفين شكله جميل جدا، 79 ريال.
79 ريال. وفي هنا طقم عشاء برضو 20 قطعة 125 ريال، 125 ريال. وفي شكل تاني هو طقم عشاء 20 قطعة 125 ريال، 125 ريال. في عرض هنا هو طقم عشاء 20 قطعة، 20 قطعة نازل من 229 إلى 149، نسبة خصم حلوة كمان. يعني شكله ده، ده الشكل بتاعه. وفي طقم عشاء 189، كله هنا 20 قطعة، 20 قطعة معاك من أول 79، من أول 79، 189، 125. شايفين الأشكال عاملة إزاي؟ دي الأشكال أهي كلها. في 30 قطعة، في 30 قطعة 125، 30 قطعة. فطبعا حاجات حلوة اهي، من غير عرض، من غير عرض، وأشكال جميلة جدا. وغرفة الطعام على أطباق العشاء أو أطقم العشاء. نرجع نشوف العروض اللي موجودة في ريتات. هنشوف برضو، نرجع نشوف العروض. في عرض هنا برضو 5 ريال اهو. اكتر حاجة هنا عليها عروض اللي هي المجات او الاكواب، دي عليها عروض حلوة، 5 ريال. برضو هنا في عرض برضو على القطع هنا ب 29 ريال، 29 ريال. بدلا من كام؟ مش مكتوب هنا، بدلا من 49 ريال، من 49 نازلة 29 ريال. في برضو هنا، دي برضو حاجات بقى من السيراميك ب 20 ريال يا جماعة. هنا ب 20 ريال، ده الطبق اهو، ده نازل ب 20، بدلا من كام؟ بدلا من 66. طبق فرن بيضاوي، طبق فرن بيضاوي، انا هوريهولكوا اهو كويس. طبق فرن بيضاوي نازل من 55، من 55 نازل 20 ريال، يعني برضو 20 ريال، سعر كويس جدا. طبق فرن بيضاوي ب 20 بدلا من 55. الحاجات دي كلها بقى على 20. برضو هنا ده برضو من السيراميك، طبق من السيراميك اهو، ب 20 ريال، بدلا من كام؟ سعره كان 45، سعره كان 45 نازل 20 ريال. حاجات للمطبخ حلوة جدا موجودة في ريد تاج. كمان هنا يا جماعة في برضو عرض على التراموس ب 59 ريال، سعره في الاول كان كام؟ كان 85، ده سعره في الاول 85 نازل كام؟ نازل 59 ريال. تراموس برضو نزل عليها عرض حلو، يعني اشكالها جميلة. وفي هنا برضو صواني، صواني مستطيلة ب 39، 39 ريال. ده صينية برضو فرن اهي، نازل من كام؟ نازل من 55 ريال، 55 نازل 39. في برضو هنا مجموعة فناجيل نازلة ب 20 ريال، برضو طقم تقديم فناجيل ب 20 ريال. في هنا صواني زي ما انتوا شايفين كده، دي 49 ريال، نازلة ب 49 ريال. في حاجات برضو هنا دي 59 ريال، 59 ريال. في حاجات برضو ب 29 ريال وفي 15 ريال. دي طقم برطمانات تخزين ب 15 ريال اهي. وفي الطقم اللي قدامنا ده نازل برضو ب 29 ريال. في هنا وسادة اللي هي هنا مخدة، الواحدة من غير عرض ب 17 ريال، واحدة ب 17 ريال. هتلاقيها بقى من الحاجات الحلوة يعني، ب 17 ريال اللي هي الوسادة دي. في انواع تانية يعني، في برضو هنا عرض خاص، عرض خاص اتنين مع بعض، اتنين وسادة الاتنين مع بعض ب 29 ريال. مخدات حلوة يعني، تحس ان هي الخامة بتاعتها حلوة. 2 قطعة وسادة بكام؟ ب 29 ريال. اسعار رائعة، من الاسعار الحلوة يعني. في واحدة ب 42 اهي، دي من غير عرض.
لسه احنا معاكم في قسم المنزل، في برضو بطاطين هنا نازله على 49 ريال. 49 ريال زي ما احنا شايفين اهو، 49 ريال البطاطين دي. عروض كتيره جدا على البطاطين هنا، هنرجع لها بس نشوف الاول هنا العروض اللي موجوده هنا. في برضو عروض هنا برضو على حاجات للمطبخ والمنزل، نازل عليها خصم 25%، يعني دي نازلة من 17 ل 11 ريال او 12 ريال 13 ريال. دي برضو هنا الحاجات دي، ده نازل ب 22، ده نازل ب 22. ده قطاعة اناناس، قطاعة اناناس طبعا هو كاتب لك ازاي تستخدمها هنا، خطوة اولى وتانية وتالتة، يعني برضو هتلاقي طريقة الاستخدام مكتوب عليها على العلبة. دي نازلة ب22، عايزين نشوف سعرها كان كام. سعرها كان 29، 29 نازلة 22. دي قطعة اناناس. برضو في هنا ده نازل من 25 لكام؟ ل19 ريال. فاكرين ده لما صورناه في الاول كان نازل بخمسة ريال، كان نازل بخمسة ريال، يعني نخليه بقى ايه لحد ما ينزل خمسة ريال. هي اكيد هينزل تاني خمسة ريال. ده زي غربال كده للدقيق او الطحين، نازل ب19 ريال. في برضو هنا دي نازلة ب11 ريال بدلا من 15، دي اللي هي نشوف مكتوب عليها ايه. دي معلقة سيليكون ب11 ريال، معلقة سيليكون ب11. في برضو هنا دي 17. الحاجات دي كلها ادوات للمطبخ. في مقشرة هنا، شايفين المقشرة دي نازلة ب14 ريال. المقشرة دي مقشرة نازلة ب14 ريال اهي، نشوف سعرها كان كام الاول. المقشرة دي مبشرة، مبشرة او مقشرة، دي نازلة من كام؟ دي نازلة من 19 ريال، نازلة من 19، من 19 ريال ل14 ريال. في برضو هنا قوالب كيك دي ولا ايه؟ دي 17 ريال من السيليكون، قوالب كيك من السيليكون 17 بدلا من 22، 17 بدلا من 22. اتنين مصفاة فرن مصنوع من السيليكون، دي مصفاة، دي مصفى يا جماعة، اتنين مصفى للفرن نازلة من 22 ل17 ريال. حاجات من السيليكون كلها. برضو هنا دي نازلة ب7 ريال، ده مضرب من السيليكون 7 ريال. وفي قفازات اهي ولكن دي مش نازلة عرض. دي كلها حاجات بقى يا جماعة، دي حاجات للمطبخ. عصارة ليمون، عصارة ليمون نازلة بكام يا جماعة؟ دي كان سعرها 17، نازلة 13 ريال، من 17 نازلة 13. طبعا ده كله بقى مش نازل عليه عروض، ده حاجات اللي هي دي مش نازل عليها عروض. احنا خلونا في العروض. في حاجات برضو هنا دي ب20 و15 و15 و20 اللي هي دي. في برضو هنا صواني اهي ب20 ريال، دي صواني للفرن اهي ب20 ريال بدلا من كام؟ بدلا من 80، دي نازلة من 20 ل80، من 20 ل80. وفي 39، في منها 39، كلها دي حاجات زجاجية. هنا سعر القطعة كله هنا 20 ريال، ولكن هتلاقوا بقى في حاجات ب10 ريال اهو، 15 ريال الحاجات دي كلها. في بقى هنا عروض على البطاطين يا جماعة، او مفارش السرير اهي، دي 69 ريال، كله 69 ريال. ده مفارش اهي، وهنا البطاطين دي كلها دي 49 ريال، قطعة 49 ريال. وهنا في برضو بطاطين هنا على 149، لحاف ده، الحاف ده على 79 ريال، 79 او مفارش للسرير. دي مفارش للسرير
طقم الحاف اهو، اتنين قطعة، اتنين قطعة طقم الحاف 135 × 200 سم، وغطاء وسادة، ده نازل ب79 ريال، 79 ريال. وفي برضو بطاطين هنا، كل البطاطين دي على 49 ريال، البطاطين دي على 49 ريال، كل ده على 49 ريال. بطانية فردي 39، بطاطين على 39 وعلى 49. احنا معاكم في قسم المنزل في ريد تاج، قسم المنزل فيه هنا الزهور والورود، شايفين ده برضو ب5 ريال، فيه هنا ب5 ريال، ده ب5 ريال، والورد ده ب5 ريال، نازلة من كام؟ من 15 ريال، من 15 نازلة 5 ريال، دي الواحدة، دي الواحدة فقط. ورد اهو، في حاجات بقى ب10 ريال برضو، ب10 ريال اهو. في شايفين بقى الساعات دي، الساعات دي على 39 الواحدة، 39 ريال. الساعات دي على 39 عرض خاص، 39 ريال. في حجم أكبر على 59، 59 الواحدة و 39. طب هي 39 دي كانت بكام أصلا؟ دي كانت بكام؟ عايزين نشوفها. ساعة حائط، ساعة حائط مزخرفة، ساعة حائط مزخرفة على 39، وهنا على 59. في بقى الزهور والورود نازلة برضو هنا أسعار كلها في 89، 49. في برضو الحاجات دي نازلة هنا على 29. في هنا الشموع، ده شمع ده على 10 ريال اهو، ده شمع، ده شمع نازل من كام؟ من 25، ده نازل من 25 ل10 ريال. هنا 4 قطع طقم حامل شموع، ده حامل شموع زي ما احنا شايفينه على الكرتون، ده نازل ده ب29 ريال، حامل الشموع. الحاجات دي كلها على 49 ريال، الحاجات دي على 49 ريال، قطعة 49 ريال. هنشوف برضو حاجات تانية هنا قسم المنزل في عروض حلوة. هنا الوسادة على 20 ريال يا جماعة، هنا دي على 20 ريال، 20 ريال. طبعا في انواع كتيرة جدا من الوسادة، في حاجات هنا ب10 ريال اهي، حاجات ب10 ريال، القطعة دي ب10 ريال. ايه دي؟ دي ربطة ستارة، دي ربطة ستارة مطرزة، نازلة من كام؟ نازلة من 25، من 25 الاسعار اهي، نازلة من 25 ل10 ريال، 10 ريال اهي القطعة ب10 ريال. هنا ده كله ده على 10 ريال يا جماعة، كله ده على 10 ريال. دي حاجات للستاير، دي حاجات للستاير، واحد قطعة، ده مثبت ستاير، ده مثبت للستاير. احسن حاجة في ريد تاج هنا ان هما كاتبين كل حاجة بالعربي زي ما احنا شايفين اهو. واحد قطعة ده مثبت الستارة، ده نزل من 25، نزل من 25 ل10 ريال.
ده كله ده خاص بالستاير، ده مثبت ستاير برضو ب10 ريال، 25 ريال نزل 10 ريال. دي حاجات خاصة بالستاير كلها نازلة ب10 ريال، في أنواع كتير زي ما احنا شايفين. هي دي مثبت ستاير، ودي ربطة ستارة، دي ربطة ستارة ب10 ريال. يعني ممكن تكون في ناس محتاجة موضوع ربطة الستارة دي أو مثبت الستارة، نازل هنا من 25 ل10 ريال في قسم المنزل في ريكتور. هنا برضو القطعة، قطعة الوسادة دي كلها، الوسادة دي وسادة يعني اللي هي المخدة وسادة دي، في حاجات حلوة بحروفها هي اس و اتش، الحاجات دي كلها نازلة ب20 ريال، قطعة ب20 ريال. وبنختم بقى معاكم الفيديو ده، اول فيديو عملناه في ريد تاك في قسم المنزل. شفنا حاجات كتيرة جدا تبدأ من 2 ريال و5 ريال الى حاجات اهي ب20 ريال و10 ريال وحاجات كتيرة جدا. اتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو اللي احنا عملناه والجولة اللي احنا عملناها في قسم المنزل في ريد تاك، وعروض حلوة جدا. تابعونا بقى في باقي الفيديوهات القادمة ان شاء الله، عروض حلوة جدا. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.